عايز تقول لحد انت اتجننت بالانجليزي هتقول له ايه؟ هاي ماي دير، معاكم وسام الحكيم من قناتكم كويك انجلش نوتس. يا رب تكونوا بصحه وفي احسن حال. حلقتنا النهارده did you know that، خليكم معايا. معظمنا متعود لما يجي يقول لحد انت اتجننت بيقول له are you crazy، are you crazy، وممكن يقول له هو انت اتجننت او هو انت مجنون بطريقه ثانيه are you nuts، are you nuts. طبعا كلمة nuts هنا ليها معنى تاني مختلف خالص بس بنستخدمها في الكواستشن. ولو حس ان في حاجة جننتك او ضايقتك قوي درجة الجنون فتقول it drives me nuts، it drives me nuts. يبقى نتعلم ان drive somebody nuts يعني يضايق حد بشدة جدا او بيدفعه للجنون زي ما احنا بنقول drive somebody nuts. لو عايز تقول لحد انت مجنون برضو تقول له are you insane، are you insane. او تقدر تقول له did you lose your mind، did you lose your mind. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. يا رب اكون قدرت افيدكم والاستفاد من الفيديو. ما ينساش لايك شير كومنت اند سبسكرايب تو ماي شانل. don't forget my pages on facebook twitter instagram and tiktok. thank you for watching and bye bye.